نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023، أسبوعان ويومان على معركة طوفان الأقصى التي تحولت إلى حرب بين إسرائيل وحركة حماس وتكاد تكون على شفير حرب إقليمية إذا حسمت إسرائيل أمرها وبدأت الاجتياح البري للقطاع. السؤال الأهم، هل بعد 16 يوما على معركة طوفان الأقصى ستحسم إسرائيل أمرها وتدخل الحرب البرية؟ لماذا تأخرت حتى الساعة؟ هل تخشى الغرق في مستنقع حرب الشوارع وما يفاجئها من تحت الأرض وما تخبئ حماس في الأنفاق؟ أم أن الخلافات الإسرائيلية والتي عادت لتتفجر بين نتنياهو وجالانت تشتت الوضع الإسرائيلي أكثر فأكثر؟ ماذا عن القطاع وقدرة حماس على مزيد من الصمود في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية الجوية وحرب الإبادة التي تشن على أهالي القطاع؟ هل تريد حماس وقف القتال والذهاب إلى التفاوض قبل أن يتحول شمال غزة إلى مقبرة جماعية لأهله؟ أم أنها ماضية في حرب تعتبر أنها ستكون رابحة فيها في نهاية المطاف؟ المهم اليوم ما يجري على المستوى العربي الدولي. قمة القاهرة الدولية للسلام التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثبتت الانقسام العمودي بين معسكري الشرق والغرب بسبب إصرار الجانب الأوروبي على إضافة جملة تشير إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وطلب إدانة واضحة وصريحة لحماس، بينما تحفظت المجموعة العربية على ذلك وشهدت المناقشات بحسب المعلومات اختلافا حادا من دون أن تتوصل إلى نتائج مرجوة، مما أفجل إصدار بيان مشترك باسم المؤتمر، وبالتالي أصدر بيان مصري بشكل منفرد، بيان أوضحت فيه مصر أنها سعت إلى بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب المستمرة التي أسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين في كل من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. فهل هذا يعني أن رقعة المواجهة أقله سياسيا اتسعت ليس إقليميا فحسب إنما دوليا؟ وماذا بعد المسعى المصري؟ استمرار الحرب من دون أفق ولتحقيق أي أهداف من طرفي النزاع؟ أم أن حسم إسرائيل موقفها لناحية بدء المعركة البرية سيحرك المساعي مجددا؟ لا سيما وأن الولايات المتحدة لا تزال تحاول ثني إسرائيل عن الإقدام على هذه الخطوة. في حلقتنا اليوم أستضيف الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات الفلسطينية. صباح الخير دكتور. صباح النور. دكتور، هل نحن أصبحنا في مواجهة إقليمية دولية عربية غربية رجعنا لعقود من الزمن إلى الوراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا على الاستضافة ويعطيكم العافية. يعني من المبكر الكلام عن مواجهة إقليمية دولية الآن، وإن كانت الأمور قد تحتمل هذا السيناريو في هذا الوقت. أنا أظن أن الضربة القاسية والمفاجئة اللي تلقاها الجانب الصهيوني كانت الأولى من نوعها من 75 سنة ما تلقى مثلها، كانت في داخل أرضه، أسقطت له نظرية الردع الإسرائيلي اللي هو كان يعتمد عليها في تسويق نفسه في المنطقة، ما عاد يظهر كشرطي منطقة بعد ما تمت الضربة. أول مرة بيأخذ هكذا خسائر في يوم واحد، حوالي 1300-1400 قتيل، أسرى 200-250، ما حطت حتى في المعارك الكبرى في الحروب العربية الإسرائيلية. وبالتالي هو أمام حالة إعادة بناء صورة أو إعادة اعتبار، والمقاومة أيضا عدت نفسها للمواجهة. أنا أظن أنه السيناريات مفتوحة، خصوصا إذا أصر الجانب الإسرائيلي على تحقيق صورة انتصار من خلال اجتياح بري، هذا قد يؤجج بيئة المنطقة لتفاعل أكبر، وبالتالي يمكن أن يوسع دائرة الصراع. ولكن يعني بالتالي نحن فينا نقول أنه بعد بكير نحكي عن وقف إطلاق النار، خاصة شفنا بالقاهرة امبارح شو صار. نعم، أنا أظن أنه قراءتنا للجانب الإسرائيلي أنه حتى هذه اللحظة عمليا هو الجيش الإسرائيلي لم يقاتل حماس ولم يقاتل المقاتلين أو القوى الفلسطينية في قطاع غزة. عمليا صار له 16 يوم فقط بطريقة يعني جبانة وبشعة
وهستيريا، بيضرب مدنيين بيضرب مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس، وبالتالي معظم الشهداء هم من المدنيين، حوالي 70% نساء وأطفال ورجال مسنين. أنا بقول إنه بالطريقة هذه هو عمليا ما دخل في مواجهة حقيقية أو في معركة مع قوة عسكرية منظمة. أنا أظن إنه هذا بيعطي إيحاءات إنه نفس الجيش الإسرائيلي اللي هو بيعتبر حاله رابع أو خامس أقوى جيش في العالم، الآن هو في حالة مزرية من واقعه، لأنه لو كان عنده القوة هو اللي بيدعيها، على الأقل كان ممكن يدخل في مواجهة عسكرية معقولة أو مفتوحة ضمن المعايير بتاعت الجيوش، مش إنه هو فقط بكل جام غضبه بيصبه على مدنيين وعلى ناس آمنين وعلى ناس مش هم جزء من طبيعة المعركة. أنا أظن هي هذا بتعكس تردده وبتعكس جبنه وبتعكس خوفه من الفشل الكبير فيما لو دخل في اجتياح بري. نعم. وأنا أظن أنه أيضا الموضوع هذا عند الطرف الإسرائيلي يعني بيعكس الاختلاف طبيعة المقاتل اللي هو عم بيواجهه. هو واجه مقاتلين الناس اللي استطاعوا بس 1100 1300 مقاتل انهم يدمروا عفوا فرقه كامله، فرقه غزه اللي هي تعتبر ضمن الاشرس في الجيش القيادة الاسرائيلي الجنوبية. القياده الجنوبيه خلال ساعات. هذا كان مذهل، ويحتلوا حوالي 20 11 موقع عسكري مع 20 موقع استيطاني. هذا كانت ضربه مذهله بالنسبه له. هذا بيعكس حالة التردد، لذلك أنا بتوقع الجانب الإسرائيلي رح يحسب حسابه 100 مرة قبل ما يدخل في الاجتياح البري، خصوصا أنه أيضا في الجبهة الشمالية في هناك تهديد أنه إذا دخل في الحالة البرية ممكن وفي حشد كبير إسرائيلي على الجبهة الشمالية، يعني تلت قدرة الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. هذا طبعا بيشيل جزء كبير من قدرته، وفي نفس الوقت في قوة لن تسمح أنه باجتياح غزة وإسقاط التجربة، لأنه هي بتشعر أنه إذا سقطت غزة أو تجربة المقاومة في غزة فالموضوع هو ليس مجرد التعامل مع حماس أو مع عملية عسكرية، وإنما الجانب الإسرائيلي مع الطرف الأمريكي في له برنامج في المنطقة، في له برنامج إعادة يعني ترتيب. ماذا بعد إسقاط غزة إذا بدك؟ بالضبط، اللي هو الأخطر. هو الأخطر، اللي هو إنه هناك برنامج مشى مع موضوع التطبيع من أيام ترامب بشكل كبير، وصار في التطبيع مع 4 دول عربية، وقائم على فكرة عزل الملف الفلسطيني عن البيئة العربية والإسلامية والاستفراد بالملف الفلسطيني بحيث إنه يحل وفق الرؤية الصهيونية. وفق الرؤية الصهيونية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، موضوع التحويل الإسرائيلي إلى كيان أساسي في المنطقة ويفرض تصوراته، والتعامل مع المنطقة باعتبارها مجموعات عرقية وطائفية، والدخول في تحالفات مع المنطقة بناء على هذا الأساس، وبالتالي إدخال المنطقة فيما يسمى بالعهد الإسرائيلي، يعني هذا هو الأخطر في الموضوع. عشان هيك الخطر الأكبر هنا ليس فقط في التعامل مع غزة، وإنما سيأتي بعد ذلك إلى الملف اللبناني لإدارته بالشكل بالتصور الإسرائيلي وباقي الملفات في المنطقة. رح نفصل أكثر، يعني إذا وصلنا ماذا بعد الحرب أصلاً، إمتى ممكن أي عامل ممكن أن يوقف إطلاق النار أقله؟ النقاط اللي عددها أستاذ عماد الدين أديب بالأول أنه فرجت أنه ما ذكروا وقف إطلاق نار، ما شجبوا شو اسمه الاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم، إنما أعطوا الحق لإسرائيل بالدفاع عن النفس. ما في دعوة أنه يكون معبر رفح مفتوح والضغط على إسرائيل لعدم استهدافه لاستمرار بإدخال المساعدات لأهالي غزة. ما في إدانة للاعتداء على المستشفيات والمساجد والكنائس، يعني مثل ما قلنا يعني غمضين عيوننا عما يجري. طب إذا الغرب هالقد مغمض عيونه وعاطقه والأولوية هي إسرائيل، كيف ممكن تضل أول شيء إن كان حماس أو الشعب الفلسطيني مضاين صامد تحت هذه الاستهداف المستمر بالغارات، وثانيا كيف كل المنطقة بدها تروح بأي اتجاهات؟ يعني ابتداء اللي صار يعني بيكشف موضوع ازدواجية المعايير اللي الجميع بيتكلم عنه، موضوع
الثقافة الغربية هذه المتعلقة عندما تتعلق بالجانب الإسرائيلي وكل القيم الغربية المتعلقة بالعدالة وبالحرية وبالمساواة وبالحقوق الإنسان اللي دائما بنسمع عنها، كلها بتغيب عن الوعي تماما وبصير فقط ما يقوله الجانب الإسرائيلي، لدرجة أنه إشاعة كاذبة ثبت كذبها تماما من الجانب الإسرائيلي أنه قتل أطفال عندما اجتاحت كتائب القسام في اليوم الأول اجتاحوا غزة أو غلاف غزة، موضوع قتل الأطفال إلى آخره، تم تبنيه فورا في الإعلام الغربي في كل مكان وفي الصفحات الأولى للإعلام والجرائد إلى آخره، وأصبح هو الرواية الرسمية الغربية وعلى أساسها أخذت المواقف إلى آخره، وبعد ما ثبت الكذبة لم يعتذر عنها أحد وحتى الآن يتم تسويقها. إذا خليني أقول إنه في هناك إرادة غربية بدعم الكيان الإسرائيلي ومع المعرفة المسبقة أنه هو يعني هو في الجانب الخاطئ وفي الجانب الكاذب الآخري. بعدين موضوع الدفاع عن النفس اللي بيتكلموا عن الجانب الإسرائيلي، هو مين محتل الثاني؟ يعني مين اللي طرف الاحتلال؟ هل الفلسطينيين هم محتلين الكيان؟ الفلسطينيين من 100 سنة بيتعرضوا إلى ظلم تاريخي متواصل، سواء كان بالاستعمار البريطاني اللي أنشأ الكيان الإسرائيلي أو 75 سنة من الاحتلال الإسرائيلي. ولكن كأنه الغرب يعني إذا بدك صفر العداد ما قبل معركة طوفان الأقصى وما شايف إلا أنه حماس هي التي عملت هذه المعركة وفاجأت فيها الجميع بعدد المستوطنات والمراكز اللي دخلتها ولا تزال فيها، بعدد الأسرى، بعدد القتلى، والتضعضع اللي صار داخل إسرائيل والفشل الاستخباراتي، يعني كله ما قبل 17 سنة حصار ونكبة وبعد نكسة وكله هذا ما حدا شافه. بالضبط، هون الفكرة أنه كان بظن الغرب انه الحقائق اللي انشئت على الارض رغم على دماء وجثث الشعب الفلسطيني وتم التعامل معها باعتبارها هي الحقائق الطبيعيه، وانه القهر والمعاناه للشعب الفلسطيني اصبحت حاله طبيعيه الناس متجاهلينها، انه يمكن البناء عليها وتجاوزها وتجاهلها، وبالتالي لما استعاد الشعب الفلسطيني مره اخرى زمام المبادره وقلب الطاولة وعمل العملية هذه البطولية أعاد حساباته من جديد. هذا شيء هم لا يريدوا، لا يقبلوا، لأن هم أرادوا إنشاء حقائق تبنى على المنجز الإسرائيلي اللي هو كان قائم أصلا على المذابح وعلى المجازر وعلى أخذ الحقوق. أنا اللي بقوله إن البيئة الغربية هذه للأسف لم تستطع أن تفكر بموضوع الحقوق. طيب أنتم نفسكم في العالم الغربي في الأمم المتحدة على الأقل فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، في هناك مئات القرارات الدولية بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وطبعا فك الحصار وموضوع الضفة الغربية الانسحاب من أرض المحتلة سنة 67، قرارات بحق اللاجئين بالعودة هذه من سنة 48 تم إعادتها، إعادة التصويت لها أكثر من 150 مرة، قرارات دولية تصل إلى 900 قرار دولي لصالح الشعب الفلسطيني تم تجاوزها. الآن الشهر الماضي لما نوقف نتنياهو في الأمم المتحدة، وهذه الرسالة اللي يمكن توضح الصورة اللي تفضلتي فيها، وقف نتنياهو في الأمم المتحدة وقال إحنا كل نقاش اللي كان بيطلب منا او الضغط اللي تطلب منا انه نحل مشكلتنا مع الفلسطينيين بالاول ويعني نعطيهم حل الدولة او حل الدولتين الى اخره، كله الان ثبت فشله. احنا تمكنا من عمل التطبيع مع البلدان العربية، تمكنا من ان نثبت صورتنا، تمكنا من ان ننزل برنامجنا على الارض، وتمكنا من ان نتجاوز الموضوع الفلسطيني من خلال تعاملنا مع البيئة العربية والدولية، ونحن نثبت ارادتنا. وبالتالي كل الجدليات المتعلقة بضرورة التعامل مع الملف الفلسطيني كانت غير صحيحة. هذا تكلم فيه على منصة الأمم المتحدة وأمام كل العالم. بعد أسبوعين ثلاث إجت له العملية ورجعت له الموضوع للمربع الأول وقالت له لا يمكن تجاوز الإنسان الفلسطيني، لا يمكن تجاوز قضية فلسطين، وقضية فلسطين ستتصدر كل قضايا العالم ولا تستطيع أن تتجاهلها، وهي لا تفرض نفسها فقط عليك كإسرائيلي وإنما تفرض نفسها على البيئة العربية وعلى البيئة الإسلامية وعلى البيئة الدولية، وأنه إذا لم يتم معالجة القضية الفلسطينية فلن تستطيع أن تقدم خطوة واحدة.
هذا الكلام صار في الانتفاضة الأولى بال 87 ل 93، وصار بالانتفاضة الثانية بال 2000 2005 انتفاضة الأقصى، نعم وصار بالحروب الأربعة 2008 2009 و2012 و2014 وبسيف القدس 2021. كل مرة بيحاولوا يتجاوزوا ويحطوا الوسخ عفوا تحت السجادة أو يخبوا الملفات ويدعسوا على آلام الإنسان الفلسطيني، كان بيتفجر الموضوع مرة تانية من جديد. هذا جوهرها، فكرتها أنه الآن تم الكلام بشكل لا يحتمل اللبس للعالم الغربي وللكيان الإسرائيلي وللبيئة العربية والدولية، أنه موضوع فلسطين وتحرير فلسطين وأخذ حقوق الإنسان الفلسطيني لا يمكن تجاوزها بأي طريقة من الطرق، لا بملفات التطبيع ولا بأي تجاوز من التجاوزات ولا باتفاقيات اقتصادية ولا بغيره. حقوقه يجب أن تنال. زائد أن المعادلات المرتبطة بالإنسان الفلسطيني، أنه إذا أنتم كنتم بتقولوا أنه الإسرائيلي قوي وقادر يفرض نفسه، إحنا الآن كسرنا لكم نظرية الردع الإسرائيلي، كسرنا لكم هيبة النمر من الورق الإسرائيلي، تفعل وأثبتنا أنه يمكن مقاومته ويمكن أيضا وضع حد لغطرسته. طيب حضرتك ذكرت هذه الحروب، وإذا بتعتبر أنه اللي حصل اليوم، يعني والكتار بيعتبروا اللي حصل اليوم مفاجئ جدا لحجم تطور قدرات حركة حماس والتضعضع اللي أصاب الداخل الفلسطيني الإسرائيلي مما جرى بأول يوم بكم ساعة، أوكي، بس هل يمكن نحن اليوم باليوم الـ16 هل يمكن أن تستمر حماس بهيدا الوضع طالما أنه إسرائيل إن عم تمسك الفلسطينيين وحركة حماس من إيدها اللي بتوجعها باستهداف آلاف المدنيين الفلسطينيين؟ طيب خلينا نتكلم، لنكون واقعيين، لنكون واقعيين، خلينا نتكلم. في كل تجارب الاستعمار عبر التاريخ أختنا دا، عندنا 200 سنة من التجارب الاستعمارية في الكرة الأرضية، دائما المستعمر بيعرف نقطة الضعف في أي حالة شعبية، أنه دائما المستعمر بيروح بيضرب المدنيين حتى يركع المقاومة. وهذا صار في الجزائر خلال 8 سنين، المستعمر الفرنسي قتل شيء مليون مليون ونص إنسان جزائري. لو كان توقفوا بالنص بعد ما قتلوا لهم 200 300 ألف، إن كان المستعمر الجزائري حتى الآن موجود في الأرض الجزائرية. هذا الكلام بينطبق على كل أشكال الاستعمار في كل مكان. المستعمر بيعرف هذه النقطة. الموضوع الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية بعد 75 سنة من إنشاء الكيان الفلسطيني، جرب كل شيء، جرب أشكال المقاومة وحتى دخل في مسارات التسوية، منظمة التحرير ب30 سنة الماضية. نعم، 30 سنة الماضية راحوا على مسار التسوية، ومنظمة التحرير اعترفت ب78% من أرض فلسطين للكيان الإسرائيلي، يعني رغم أنه في معارضة بجهة أخرى، لكن على الأقل الجهة اللي تمثل الفلسطينيين رسميا، وأنشأت سلطة فلسطينية، وعملت كل ما متطلبات ما مسار التسوية السلمية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي في النهاية دمر مسار التسوية، ألغى مسار الدولتين، لم يلتزم، نعم، حيد عمليا على الأرض، لا دمره، حيد السلطة الفلسطينية، حول السلطة الفلسطينية إلى كيان وظيفي بيخدم أغراض الاحتلال والتنسيق الأمني، ألغى، ضاعف المستوطنين من 280 ألف إلى 900 ألف بدل ما ينسحب من الضفة الغربية، الآن دخل في برامج تهويد القدس، هذا أحد أسباب المعركة، انه دخلوا في الجانب الاكثر حساسيه اللي هو تحويل الاقصى لهيكل. فتقريبا في هناك عمليه استحقار ولا مبالاه بكل اشكال التعامل حتى من الجانب العربي والجانب الفلسطيني. الفلسطيني ليس له خيار الا المقاومه، هذا الذي ثبت. الشيء الثاني، لما نيجي للمقاومه عندنا احد حلين، اما نقاوم وندفع الاثمان ونصبر حتى نلغي قدرة الجانب الإسرائيلي على الاستخدام المدني، بمعنى أنه فينا نقاوم بعدين لما يصير في مدنيين نبطل، أو نقول والله أنا قررت أقاوم حتى النهاية، حتى أنت يا إسرائيلي تفهم أنه مهما ضغط علي من أشكال الضغط أنا مستمر، مقاومتي سأدفع عليها أثمان، لكن سألغي قدرتك على استخدام المدنيين كوسيلة للإذلال. كيف؟ من خلال استمرار الصمود. استمرار الصمود، الناس إذا صامدة خاصة بشمال غزة يلي عم بتحاول تفرغوا إسرائيل بالقصف لأنه ما نجحت بالدعوات إلى إخراج أهل غزة والنزوح من الشمال إلى الجنوب، عم بتحطهم تحت الركام وتحت الأنقاض. أختنا ده
الحصار على غزة صار له 17 سنة، ما صار من أول امبارح. والحصار على صح غزة أنهك الإنسان الفلسطيني في غزة، تم إذلال الإنسان، تم قهره وعمله في حالة معاناة لا يمكن أن تطاق. أفقد الإنسان، أحرص أنه يفقد الإنسان كرامته وشرفه، معنى أن الإنسان لا يعيش إنسانيته حتى في قطاع غزة، مش بس في قطاع غزة، في 48 وفي الضفة الغربية. المعاناة الهائلة إيش بيعني للإنسان أنه يتم معاملته بمعاملة لا إنسانية، بيفقد فيها كرامته، بيفقد فيها إنسانيته، وبيفقد فيها حريته. الإنسان في النهاية مستعد يدفع ثمن كل الأثمان المقابل أنه يعيش حريته ويعيش كرامته. الشعب الفلسطيني هو الوحيد الآن اللي بيعاني من الاستعمار التقليدي، اللي هو الوحيد بقي في العالم، اللي هو الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي اللي موجود على أرضنا. هذا هو الاستعمار الوحيد اللي لم يزال حتى الآن، طيب ومن حقه أنه يكون. فعشان هيك ما في حل. إذا الآن الجانب الإسرائيلي دخل على قطاع غزة وقالوا له الفلسطينيين انه احنا خلص احنا وقفنا وحاضرين ولا بدكم اياه، انتهت القضية طيب ما راح وانتهى. مش بس هيك راح يصير. الان الجانب الاسرائيلي عنده اجنده، راح يدخل وراح يكمل ضرب لكل اشكال المقاومه، وراح يعيد بناء خريطه قطاع غزه من جديد، وممكن يضغط باتجاه التهجير. وبعدين للمؤيدين حماس والمؤيدين التهجير إلى المقاومه أين؟ الدول مصر أول واحدة لا هي بس من رصدت مش بس بس أمن قومي لا إنما كمان حرصا على أكمل بقاء الفكرة. الفلسطينيين هو بالقطاع. راح يحاول، مش بالضرورة، هذا صراع إرادات، هو بيحاول يهجر لكن الشعب الفلسطيني ثابت بأرضه ما عايز يطلع، مش لأنه مصر ما عم تسمح، لا، لأنه الشعب الفلسطيني نفسه لا يرضى بالتهجير ويرفض التهجير في كل الأحوال، عنده تجاربه ايه المرة. بس كمان لا يمكن يعني غض النظر عن الموقف المصري بالتأكيد، بالتوازي مع لا لا صمود الشعب بالتأكيد الفلسطيني. هو بالتوازي، لكن العامل الأساسي أنه الشعب الفلسطيني مستعد أنه يصمد ويثبت، نعم وهذا هو بحاجة لدعمه العربي، بحاجة لحاضنته العربية، بحاجة لحاضنته الإسلامية، وبحاجة أيضا لكل أحرار العالم يكونوا معه. لكن أنا بقول لك أنه في النهاية برضه راح يكمل هو مذابحه في الأرض حتى لو المقاومة وقفت، طب انا وراح يتخلص ويقتل كل أشكال المقاومة في الشعب الفلسطيني، ما راح يتوقف، وراح يستمر بهيدي لإعادة ترتيب الحرب ما راح الأجندة خارج يتوقف. فلسطين. اوكي من بعد الفاصل راح نشوف اذا هذه الحرب الى ما لا نهايه، ما في الى افق او لتحقيق اي هدف من الجانبين. يعني دكتور حضرتك كنت عم تحكي عن موضوع استمرار حماس، نعم، انا بدي اسال حضرتك، هو اطاله امد الحرب او حرب من دون افق لمحاولة تحقيق أي هدف؟ نعم، أنا بدي أوضح نقطة مهمة، تفضل. إنه واضح إنه الكيان الإسرائيلي طوال السنوات الماضية موضوع التسوية السلمية يعني تعامل معها كإدارة تسوية وليس كمشروع يمكن إنه يدخل من خلاله، هو استفاد في إدارته واستغلاله. بدون ما أطول في الفكرة، طوال الثلاثين سنة الماضية استمر سلوك العدواني على الأرض، استمر في مصادرة الأراضي والمقدسات، استمر في التهويد، استمر في تحويل المقدسات إلى كنس إلى آخره، وبالتالي سلوك العدواني ما اختلف. حصاره على غزة صار له 17 سنة، ما من الشهر الماضي وهو بيخنق الناس نعم والأرض ولا. إذا السلوك العدواني الإسرائيلي قائم في كل الأحوال، لكن بدون مقاومة كان هو ماشي بهذا السلوك العدواني القهري والإذلالي للشعب الفلسطيني، والناس بتشعر أنه في مسار تسوية وأنه كل الأمور ماشية تمام، وراح تروح على ملفات التطبيع، وكمان هو بيقدم نفسه ككيان حضاري وديمقراطي وواحد ديمقراطية للعالم، وعنده حالة استقرار وبيئة جاذبة حتى لمهاجرين يهود الجدد. ما عاد في حل بالطريقة هذه إلا لما نصل إلى الآن للنهاية، إلا إغلاق الملف الفلسطيني وتسويته على حساب آلام وآهات وأوجاع الشعب الفلسطيني. الحالة الثانية اللي هو أنه ندخل في المقاومة وفي التضحيات. الآن المقاومة يمكن ما تنجح الآن، يمكن بالمرحلة هذه، إن شاء الله تنجح، إن شاء الله فرصها في النجاح وإعدادها اللي عملته قوي جدا وكبير، صار لهم 15 سنة عم بيعدوا الأرضية للمقاومة. لكن أنا بقول لو لا سمح الله ما صار شيء، على الأقل تنجز على الأقل 3 أو 4 شو إنجازات هني؟ لا ينجزها مسار التسوية. أول شيء فضح الوجه البشع للاحتلال، وإنه هذا الاحتلال
وانه هذا برأيك هامه؟ لا لا انا خليني اكمل. الوجه البشع للاحتلال بيعنيني انه هو الغي كل ما يتعلق بالدعايه تبعته اللي بيقدمها في البيئه العربيه والدوليه انه كيان قابل للسلام بس لا وبده تزال سلام. البيئة الغربية مؤيدة لإله. خلينا اكمل افكار الثلاثه تفضل. الاربعه وبعدين خذ لأنه راحتك. هيدا لا لكن لكن تفضل. انا في النهايه لمن هو يتشاطر على المدني، يقتل الطفل والمراه ويدمر الحجر والشجر والى اخره، زمان الناس ما كانت تشعر بهالشيء، الى ان كل العالم شايفته على المكشوف، شايف هذا الوحش نعم. المجرم الدموي هو اللي عم بعض الدول العربيه عم بتقدم ايديها للتسويه والسلام. اذا انا وجهه البشع هذا بدي اشارك فيه كل واحد، اي واحد عنده ذره انسانيه في كل الكره الارضيه، لا بهمه يا اختنا ده، بهمه كثير انه صورته الدوليه ما تتشوه بهذا الشكل، الان ما بهمه الان لانه بيعرف انه ذاكره الناس ضعيفه ويمكن تغير بعدين، بس الان بهمني، رقم واحد. رقم اثنين بيعنيني افقاده مبرر وجوده بالنسبه للمشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني قائم على فكرتين، على اساسين، نعم. الامن والاقتصاد. انا لمن يفقد هو امنه يشعر انه كل المناطق تحت الضرب والصواريخ والى اخره، الانسان الاسرائيلي الجاي من مهاجرين، هذول جايين من شي 90 بلد وبيتكلموا شي 70 لغه، هذول اللي جامعهم فكره الاستقرار والراحه والاقتصاد، يفقد الاقتصاد ويفقد الامن. ما عدد يعني استاذ عماد الدين اديب في انهيار اقتصادي سريع. وانا ممكن اعدد لك اشياء ثانيه كمان، لكن البنيه القائمه على هذا انه مشروع ما بيعود كسبان، ما بيعود قابل، ما بيعود جاذب، وهذا اصلا بيفقد نفس المشروع الصهيوني بيئته الجاذبه وبيئته المستقره. نعم. وبالتالي لا، لما انا هلا بيكون مادد رجليه وعم بيفرض شروطه، هو راح يشعر اما انه يتنازل في الشروط او بي او بي او بي او بي مشروعه بيفقد معنى. النقطه الثالثه مبررات التطبيع مع البلاد العربيه، لا شو بدك تسوي تطبيع مع البلاد العربيه وانت عم بتذبح اهلنا وشعبنا واخواننا في كل مكان. البلدان العربيه الان فقدت مبررات التطبيع مع الكيان لانه كانت هي عندها مسار التسويه. اذا مبررات التطبيع وحصار القضيه الفلسطينيه الان برضه بيفقد مبرراته، وبالتالي بيئة كمان الشعبيه العربيه اللي كانت ساكته وكذا الان كلها التفت حول الشعب الفلسطيني. النقطه المهمه الاخرى انه الاستطلاعات الرأي مش بس الشهر الماضي وبعد المعركة هذه، من سنوات يا أخت ندى تعطي 80 ل 85% التفاف حول برنامج المقاومة، استطلاعات الرأي المستقلة اللي ما لها علاقة بحماس ولا غيرها، اللي مركزها دكتور خليل شقاقي في رام الله، مركز دراسات المسيحية، الناس ملتفة حول برنامج المقاومة في موضوع مواجهة الكيان الإسرائيلي في الضفة وغزة. في الضفة وغزة طبعا، يعني هون حضرتك عم بتصوب على السلطة. طبعا انا بتكلم عن مسؤوليه السلطه، لانه ايضا حتى بعد سيف القدس شعبيه محمود عباس ما كانت تتجاوز 10 15% في عدد من استطلاعات الراي، والبرنامج العام وحتى رفض التنسيق الامني بيزيد الى عن 80% بالوسط الفلسطيني. اذا احنا امام حاله مقاومه شعبيه، مش موضوع حماس، موضوع حماس ومقاومه وبيئه شعبيه وجدت انه مسار التسويه ما عادش له مجال. اجت العمليه هذه حتى تكون مصداق لاراده الشعب الفلسطيني. وبالتالي النقطه الاهم، الكلام اللي حكاه نتنياهو في الامم المتحده بالشهر الماضي لم يعد قابل للتطبيق وفشل وجاء في وجهه، وكل البيئه الدوليه ادركت من جديد انه الانسان الفلسطيني مدعوم ببيئته العربيه والاسلاميه والدوليه باحرار العالم لا يمكن تجاوز هذا الملف، وانه لا يمكن بس في شيء اغلاقه. خطير حضرتك اذا قلته. بس هنا اربع ملفات، لا صارت المقاومه بتستاهل لمن انا ادخل في مسار تسويه وهو يلغيني ويلغي كل ملفاتي والعالم كله يظن انه الدنيا كويسه وماشي حالها، بينما انا اكون مخنوق وتحت الاحتلال الاسرائيلي وبيجري مصادره الارض والمقدسات وتهويد الارض والانسان، لا ما بصير. بس وقت نحكي انه بتصير في المقاومة اهداف، مجدية. بس حضرتك وقت تحكي عن اربع اهداف بس بتقول انه يمكن المقاومه ما تربح، هل حركه حماس حطت بحساباتها انه هي قد تصل الى مكان، الى لا افق، الى حائط مسدود؟ لانه طالما هي حاطت بحساباتها درست الارض ودرست كيف تتحرك عسكريا برا وجوا وبحرا، ودرست كيف ممكن الحرب تضاين فيها لأشهر مثل ما سمعنا من مسؤولين من حركة حماس،
حطت بحساباتها عامل الحصار والتطويق والخسارة والتخلي عنا ربما؟ أظنها حطت في بالها هذا الشيء. وخليني أقول لك أنه ما في حدا بيعرف الغيب. هلا لما الفيتناميين قاتلوا الامريكان وقاتلوا في فيتنام، ما كانوا عارفين هم بدهم يقاتلوا سنه ولا سنتين، بس قاتلوا شيء 20 22 سنه، لكن ضمن مقاومه مسلحه انحرقت فيها ثلث فيتنام حرق. نعم. لما المقاومين في لينينغراد خسروا لهم شيء مليون مليونين ونص، ما كانوا عارفين قد ايه الحصار النازي بده يستمر على مدنيين، ومع ذلك استمروا سنتين ثلاثه وفي الاخير اسقطوا. والروس خسروا 20 مليون مدني، الروس في الحرب العالميه الثانيه خسروا كل هدول الخساره، اكثر من ضعف عدد الشعب الفلسطيني واربع اضعاف اهلنا في لبنان هون المقيمين. يعني انا بقول لك الخسارات بتكون ثمنها كبيره، والجزائريين نفس الشيء ما كانوا بيعرفوا. نعم. هم راح يخسروا بعد سنه ولا سنتين. المطلوب انه لمن الشعب يقرر مصيره انه هو بده يتحرر، على الاقل يمشي في المسار ويكون مستعد يدفع الاثمان. لكن الاهم هنا انه يفهم الاسرائيلي ويفهم العالم الغربي انه تزوير الحقائق وانه تجويع الانسان ومحاوله قتل المدنيين ما بيوقف المقاومه ولا بيلغيها. بتكون النتيجه هنا انه خلص انتوا هذا العنصر ما عاد تستخدموه، وبالتالي انا بستطيع اتقدم في مقاومتي. تعليقك دكتور على اتساع رقعه المواجهات والمناوشات اللي عم نشوفها، يعني قبل كنا اذا بدك مواجهه حزب الله اسرائيل، جنوب لبنان اسرائيل، الضفه او غزه اسرائيل، اليوم في ساحات جديده دخلت على هذا الخط. نعم، انا اظن باختصار يمكن الساحه الاكثر اهميه وحساسيه هي الساحه اللبنانيه بالتاكيد، جنوب لبنان. نعم، وأظن الموضوع يعني في نوع من التداخل، لأنه الحسبات الإقليمية والبيئات المختلفة في كل دولة متداخلة ومعقدة ولها حساباتها الخاصة. لكن أنا أظن طبيعة المعركة اللي تمت قبل أسبوعين والشكل اللي تمت فيه وانكشاف الصهيوني كنمر من ورق وانهيار نظريته الأمنية وحجم الهجمة الصهيونية على قطاع غزة ومحاولة كسر الذراع وعدد الهائل من الضحايا، كله أجج بيئة المنطقة بشكل عام. أنا هنا بدي أذكر عنصرين أو ثلاثة ممكن يساعدوا في موضوع التفكير في موضوع التدخل أو موضوع الشراكة. يعني أنا أظن في نقطة أولى متعلقة نحط في بالنا، يعني في الخلفيات طبيعة المشروع الصهيوني. إذا كانت طبيعة المشروع الصهيوني عند كل المحللين والباحثين تقول إنه مشروع عدواني استيطاني توسعي وإحلالي، معنى إنه هو بطبيعته هو مشروع عدواني، هو لن يكتفي مش وتوسعي وإحلالي، وعايز يحل مكان الناس أو الأصيلين اللي هم أبناء شعب فلسطين. طيب، وإذا كان بهذه الطريقة فمعناه هو معني بتطويع المنطقة والسيطرة عليها. طيب، إذا معنى هذا أنه المشروع الصهيوني عنده أجندة خاصة بعد الأجندة الفلسطينية إذا انتهى منها، متعلقة بالأجندة اللبنانية، وبحيث أنه أيضا تطوع وفق البرنامج الصهيوني، وأيضا بهذا بيدخل عليه في مخاطر في الساحة اللبنانية إلى علاقة مثلا بتوطين اللاجئين إلى آخره. إذا في حساسيات خاصة إلها علاقة بالمشروع الصهيوني بتنعكس على البيئة اللبنانية ولها حساباتها. الجانب الثاني انه برضه في لبنان نفسه. لبنان بالتنوع كله اللي فيه وبالاختلافات اللي كنا عارفينها، لكن بالتاكيد في بعد وطني للموضوع ومشاعر وطنيه العلاقه بالتعامل مع قضيه فلسطين. في البعد القومي اللي بيعتبر قضيه فلسطين قضيه قوميه وبتعنيه كعربي وهو جزء منها. في ايضا البعد الاسلامي اللي هو الاوسع واللي فيه برضه عدد كبير من اللبنانيين بيشاركوا فيه. وفي البعد الانساني اللي بيعتبر قضايا الحرية والحق والعدل والكرامة هي قضايا بتخص كل إنسان. إذا هذا التداخل أوجد قطاع كبير في الحالة اللبنانية متعاطف مع الحالة الفلسطينية وداعم لها بشكل من الأشكال. مع البيئة التي وجدت، مع المخاطر اللي بشكلها الكيان الصهيوني، صار في هناك برضو رغبة في الشراكة بشكل أو بآخر. وجود برضو قطاع من الفلسطينيين مش معقول انه هم يشوفوا اهاليهم وشعبهم يتذبحوا ويتقتل بهذا الشكل بدون ما يكون عندهم شكل من اشكال التفاعل مع قضيتهم. اذا هذه كلها عناصر داخله في الموضوع بتخلي شكل التفاعل
قد لا يكتفي بموضوع التسخين فقط، وإنما إذا كان في هناك مخاطر على اجتياح بري وانهيار منظومة المقاومة، وإن الكيان الإسرائيلي بعدين يجي للخطوة الثانية اللي هو إعادة ترتيب المنطقة، لا قد تفضل هذا قوى يمكن اعتبار آخر، بيأخذ قد زمان تفضل حق إقليمي أكثر مما هو قد يعني تفضل لا قد يتعلق تفضل قوى باللبنان. المقاومة على أن تكون هي الهدف الأول، أنه تستخدم البيئة هذه مع صمود غزة حتى تثبت غزة وتثبت نعم، المقاومة، بحيث أنه تكون هذه الفرصة الأفضل يعني للدخول في هكذا مواجهات، وبالتالي توسيع الدائرة وزيادتها. أنا الآن أظن أنه البيئة الحالية داخلة في حسابات التسخين التدريجي، لكن دون الدخول في مواجهات أوسع. دكتور، يعني ما حدا عنده النية أو منه قادر يوقف الحرب. صحيح، وللأسف أنه الحد الأدنى العربي، مش فقط المشكلة مع البيئة الغربية الدعم للكيان الصهيوني، لكن الحد الأدنى للدعم العربي ما وصل إلى أي مستوى ممكن نحن نتكلم عنه انه شيء معقول، او انه يكون بسموه بالحد الادنى. لانه يعني معقول كل هذه المذابح والمجازر بتصير ضد الشعب الفلسطيني، وكل هذه المظالم وكل هذه بيئات القهر والمنع حتى من حبه الدواء ومن قطره الماء بتصير امام عيونهم، ولسه محتفظين بسفراء الكيان الاسرائيلي في بلدانهم، ولسه ما معلنين وقف التطبيع. يعني في شيء مخزي برضه في بيئتنا العربية. ما كان يصير زمان مثل هذه الأحداث كانت تؤدي إلى حروب بين دول، وكانت تؤدي إلى قطع علاقات وإلى آخره. إلى أن حتى على مجرد مستوى سحب سفراء، إلى أن حتى في بلدان عربية لمن بعض الشعوب عم تحاول تطلع تعبر عن غضبها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، بيجري قمعها من البلدان نفسها، من البلدان العربية، لمنعها من التعبير عن نفسها. هذه مشكلة. حتى السلطة في رام الله للأسف بتشغل أجهزتها الأمنية لمنع المظاهرات وقمعها ومنع الحالة الجماهيرية. في جزء من البيئة العربية عايز بشكل أو بآخر يتم إسقاط حماس، أو يتم تجربة إنهاء تجربة المقاومة لإعادة ترتيب الوضع بما يتناسب مع بيئته اللي هو ماشي باتجاه التطبيع إلى آخره. أنا أظن أنه برضو الموضوع مش فقط لوم البيئة الغربية، وإنما بيئتنا العربية المفككة المتخلفة الممزقة المنشغلة بأنانياتها الخاصة وبحساباتها الداخلية، برضو في نوع من التخلي عن حالة غزة. مصر بسنة 2012 مثلا، لما الجانب الإسرائيلي هاجم قطاع غزة بشهر 11 2012، إلا على طول الجانب المصري ضرب إيده على الطاولة وتدخل دوليا، واضطرت أمريكا ودول العالم تحاول تقنع الجانب المصري بعدم التدخل، ودخل نفسه رئيس الوزراء المصري دخل على قطاع غزة أثناء الحرب، أوقفوا وعملوا هدنة، ودخل وزير الخارجية التركي، ودخل مسؤولين عرب في أثناء الحرب وأجبروهم على وقف الحرب ومنع امتدادها. لما يكون في هناك كرامة للإنسان العربي بيعبر عنها على الأرض، بيستطيع الإنسان الفلسطيني يتنفس. لكن نحن نتكلم عن 20 شاحنة سيدة ندى، الفلسطيني وهو تحت الحصار في السنوات الماضية كان تدخل عنده 500 شاحنة كل يوم، 500 شاحنة كل يوم تدخل، وحاجته بالحد الأدنى 700، كانوا يدخلوا له 500 شاحنة، وهذا حده الأدنى وهو تحت الحصار المخنوق. الآن بيدخلوا 20 شاحنة، بيقولوا والله بدل هذا، عن شو بيتكلموا؟ هذا في استهبال واحتقار لعقول الناس وعدم احترام لكرامتهم ولإنسانيتهم. هذا معناه أنه عم يتم تجهيز المسرح لسحق غزة وإذلال إنسانها. ولكن اللي بفاجئ الآن أنه مش بس المقاومة اللي صامدة، أنه البيئة الشعبية الحاضنة الشعبية في غزة نفسها هي نفسها بتعطي لسه ما تزال طب حاضنة هذا شيء المقاومة. ممكن يجبر إلى أن يتم التعاطي مع ما يجري هناك بأكثر مسؤولية وجدية بالتأكيد ويحرج؟ بالتأكيد لازم نعرف أنه في النهاية كل إنسان، كل قطرة دم بتفرق معاه، كل قطرة دم عنده بالدنيا كلها. لكن في النهاية لمن هو أصلا، لمن يكون ساكت ولمن يكون هو تحت الإذلال والاحتلال لمئة سنة، والجانب الإسرائيلي عم بيمارس عدوانه وبيمارس غطرسته وبيقتل وبيهين وبيذل إلى آخره، وما فارقة معه في النهاية، لا بصير موضوع الكرامة والتحرير وأخذ حقه حتى لو أدى للتضحيات
هو الأساس، هذا هو اللي صاير الآن في قطاع غزة. طب أنا بس بدي أنبه، نعم تفضل تفضل. معلش، المسار نفسه بهذه الطريقة الآن زي ما تفضل الأستاذ عبد الباري عطوان، إحنا الآن مش بس أمام عمل المسرح، في هناك محاولة لإخضاع قطاع غزة، لكن في هناك اتجاهات أخرى. المقاومة صامدة، البيئة الشعبية صامدة، وبالتالي في إفشال للمسار. كان هناك توقعات أن هذا الأمر يتم في أيام، الآن في 16 يوم للصمود، وهذا صمود معجز. النقطة الثانية أن البيئة العربية، بيئتها الشعبية عم تتحرك وتتفاعل بشكل كبير ومتعاملة بيئة ضاغطة، والآن السياسات العربية عم تتغير. حتى في تركيا اللي كانت في البداية مش كتير متابعة، إلا أن دخلت على الخط بشكل قوي. إيران نفس الشيء. إذا حتى البيئة العربية والبيئة الإسلامية داخلة على الخط. البيئات الضاغطة الشعبية الآن عم تفرض برضو سياساتها. الساحة اللبنانية عم بيصير فيها حالة تسخين. بيئات الضفة عم بيصير فيها حالة تسخين. أنا أظن أن الجانب الإسرائيلي لن يستطيع للأبد أن يظل يقتل فقط مدنيين ويدمر مؤسسات ومساجد ومستشفيات. في النهاية في نقطة تقبل حد أعلى ممكن تتحمل البيئة الدولية، بعدين لازم يوقف. لذلك أنا أظن الآن في معركة عض أصابع، كسر عظم متبادل، لكن إذا صمدت المقاومة الجانب الإسرائيلي غصبا عنه لازم يعترف طب بالأمر أنا الواقع. بدي أسأل حضرتك، بعد عندي يمكن دقيقتين من الوقت، ماذا عن دور قطر؟ يعني مركز ومقر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هناك في الدوحة، كيف تتعاطى مع هذا الملف اللي هي عم تدخل بوساطات، إذا بدك جزئية، بوساطات إنسانية وهيك، لأنه عم تفشل كل الوساطات الأخرى السياسية على مستوى وقف إطلاق النار؟ قطر لأنه عندها علاقات جيدة مع حماس، وعندها علاقات جيدة أيضا مع البيئة الغربية والعالم الغربي، عم تستخدم هذه الوساطة، وكمان تستخدم إمكاناتها المالية في دعم الشعب الفلسطيني. فمرحب يعني بوساطاتها طالما بتخفف عن الشعب الفلسطيني وممكن بس قادرة تؤدي توصل لفتح حصار. لمكان؟ نعم، قادرة توصل لمكان؟ الآن في بدايات لها علاقة بأنه قطر أخذت جزء جيد من المصداقية، لأنه وساطتها نفعت وأدت إلى إخراج أسيرين رحتين. أمريكيين من اللي كانوا يعني نعم، ضمن اللي قبضت عليهم مقابل حماس. العشرين شاحنة. لكن الآن لكن برضه اليوم كمان في أسيرتين أعلنت عنهم حماس أنه وضعهم غير مقبول إنسانيا، وبدأت تظهر هذا رفضت طبعا هو إسرائيل. المشكلة هنا من الجانب الإسرائيلي، أنه ضرب نسف الرواية الإسرائيلية في موضوع إنسانية حماس. الآن الجانب الإسرائيلي بعد 16 يوم اكتشف أنه ما عنده أطفال انقتلوا. أمس جريدة هارتس طلعت دايجرام، يعني رسم بياني، لا يوجد فيه أطفال رضع إطلاقا في كل قتل الجانب الإسرائيلي في كل هجوم حماس إطلاقا، بينما إحنا عندنا 1700 طفل مقتول. فنفس الجانب الإسرائيلي الآن بروايته ما عنده أدلة. إذا أنا اللي بقوله إنه الجانب الآن مبادرات حماس بتقول والله إذا كان في مدنيين إحنا مستعدين لإطلاق سراحهم، بس برضه بدي أفهم الجانب الإسرائيلي إنه في مدنيين من نوعين، في مدنيين كانوا في بمناسبات معينة من جنسيات ثانية، هدول بيطلقوا وإحنا مستعدين لترتيب سراح، بس كيف بدنا نطلق سراحهم تحت النار؟ وتحت القصف وتحت التدمير، على الأقل أوجدوا بيئة معقولة للإخراج لإطلاقهم. وفي هناك مدنيين إسرائيليين، بدنا نعرف إنه كل المدنيين الإسرائيليين بعد 18 سنة هم عمليا في عسكريين في الاحتياط، لأنه كل واحد بياخذ سنتين ونص تدريب عسكري، أي واحد ذكر أو أنثى بعد 18 سنة. فالجانب الإسرائيلي هو عبارة عن جيش عنده دولة بشكل عام. واحنا عندنا ايضا الاف المدنيين موجودين في المعتقلات الاسرائيليه، هذول اللي يفترض تكون لهم حسبه خاصه. طب على الاقل اطلقوا سراح المدنيين اللي عندنا، المعتقلين الاداريين عندنا بحدود الالف، عندنا نساء، عندنا اطفال في السجون الاسرائيليه. ليش ما هم مدنيين؟ ما هم بشر؟ اذا برضو لهم حسبتهم. لكن اذا تعلق الامر بمدنيين من جنسيات اخرى تصادف وجودهم في المكان، لا والله حماس اثبتت ان عندها رؤيه حضاريه، وانه غير فكرة اللي بيروج لها الإعلام الإسرائيلي. أيضا مرعوب من فكرة الإظهار أنه حماس أعطت وجه حضاري متقدم أمام العالم الغربي، وكسرة الرواية الصهيونية في هذا الجانب. أنا بدي أشكرك دكتور على حضورك اليوم، طبعا منتابع معكم دايما كل هذه التطورات، على أمل عن جد يصير في وقف لإطلاق نار أو هذا القصف إن شاء الله وقتل إن شاء الله. المزيد من المدنيين في قطاع غزة. شكرا لحضورك. بس أنا بدي أقول بعد منك،
انه ما بدنا برضه ننشر ثقافه لوم الضحيه، دائما بينسال الضحيه ليش انت ما عم تسكت. لازم برضه نركز على المجرم اللي عم بيعمل هالمذابح وشو الجريمه اللي عم يعملها على الارض. كل الامور واضحه على كل، فاحنا برضه حابين دائما نركز على جريمه الصهيوني وعدمانه اكثر ما نقول انه نعم. والله نلوم الضحيه اللي ما عم نعم. تدافع عن نفسها. نعم شكرا لك دكتور.